احنا من الاجواء الرمضانيه والتقارب وحسن النيه والتآلف بين الناس والمحبه، يعني الاجواء الرمضانيه اللي يرضي بها رب العالمين. احنا بالنسبه لنا طبعا نصلي التراويح، والتراويح ترى هي مو فرض. طيب جينا على صلاه التراويح، شنو طبيعتها يعني بالنسبه خاصه بهذا الشهر؟ التراويح هي النبي عليه الصلاه والسلام صلاها مرتين، ويوم الثالث غاب عنها ما صلاها. ليش؟ يعني يقول ما اريدها تفرض عليكم، يعني اصبحت مو فريضه سنه، هي مستحبه يعني، حتى هي يعني اذا صليها او ما صليها ما عندك ذنب، اذا صليتها لك بها اجر، بس اذا ما صليتها ما عليك اي ذنب. ليش؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام ما رادها تصير فرض على العالم، فصلاها مرتين وعافها. فبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي جمع الناس وقام يصلي بهم التراويح. فتبقى هي يعني بالاعظميه، خاصه بالاعظميه هذه طقوس يعني مشينا عليها من زمان. فالتراويح يعني ما نقدر ما نصليها، ومن 4 إلى 20. نعم، شكرا على هذه المعلومه. طبعا ابو حيدر، اليوم احنا نكون واقعيين اكثر. نعم، احنا عرفنا بحضرتك انه خطيب، نعم، رجل دين الحمد لله. هل يا ترى اليوم يعني اليوم موضوع الرجل دين اليوم ما فقط انه يبقى خلص محتكر حياته فقط بالدين؟ لا. يعني اذا عنده بصيص من العلم، نعم، لازم ينطيه لغيره، لان الاحتكار العلم هذا ما يجوز. يعني عندك مثلا انا هسه ادرس قران، من ادرس احكام التلاوه لازم ادرسها، وهاي امانه لازم اخويا ابن امي وابويا ادرسه، ما اخليه يعبر على حكم معين، لازم انطي الاحكام مضبوطه وما يعني ما اعرف اي شيء. هذه بالنسبه للامور الدينيه. نعم. اليوم هو الخطيب هو انسان على حال بقيه الخلق، نعم، له الحق بالترفيه وله الحق انه يطلع ويشوف حياته صح لو مو صح، مثل ما لاحظنا اليوم انت كخطيب. بيحب الله واللي يريد انه توصل نصيحه لبقيه الرجال الدين، انه مو خلاص انه فقط انه انت رجل دين تبقى بالجامع او بالحسين. بالضبط هسه اليوم فرحنا اليوم من شفناك انت تمارس بعض الالعاب. يعني هنا يعني رجل الدين لازم يكون منفتح على الناس، يكون اريحي، ما يكون مثلا متعصب. والدين مثل ما يقول نقول بالمثل تسهيل، مو يعني تعصيب على الشيء على الناس. الدين يعني ترفيه باللي يحب الله ويحبوا الناس، ولا محتكر الدين، هو تسهيل ومو تعصيب. يعني الدين سبحانه وتعالى فرض علينا امور نتبعها، والدين هو الكتاب والسنه. ما عندنا اكو رجال دين دبهم بالشط والله العظيم، لانه ما يعتون بما يامر الله سبحانه وتعالى. زين، والله كريم ان شاء الله، الكل كل العراقيين ان شاء الله الخير يعم على العراقيين عموما، سنه وشيعه ويزيديه وكراد ومسيحيين، الكل. احنا مجتمع متلوع، نعم، والوانه حلوه زاهيه، يعني هذه الالوان يجب ان تجمع كلها ببودقه واحده. عفيه علي، احنا عراقيين، عفيه، قبل ان نكون سنه وشيعه ويزيديه وصابئه وكرد، بالعكس احنا ولد هذا البلد، نشأنا به ونحب هذا البلد. والله مرات تبكي انت دموع دم على هذا البلد. ليش؟ اللي ياخذ هسه لازم يعرف الله، اللي يبوق لازم يعرف الله. شنو اكو اشياء يقولون ما لها احد يجب ان ناخذها ونسرقها؟ ما يجوز. المطر ما لها احد، النفط ما لها احد، شلون يصير؟ احنا نسرق مال الشعب هذا كله، ومال العالم، مو بس مال العراقيين. زين، انا اشكرك جزيل الشكر. الله يسلمك شيخنا. الله يسلمك. سلم علي يا شيخنا. الله يبارك فيك، ورمضان كريم، وشكرا على هذه المعلومات. شكرا لك حبيبي، نورتني وشرفتني.